مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شاركت بطلة مسلسل يما منيا بن فغول مقاطع من حفلة عيد ميلادها. منيا اختارت أن تكون الألوان الرسمية في حفلتها بين الإطلالة وديكور الحفل اللون الأحمر والوردي. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.